يعني إيه عطنا مسالم ليها شغل ولا يا ما حلا شوفت البيت وان فرض من الواسم ممطورة فيها مسالم تجر الحون والعشب ما يلتنز هوره بيت الشعر قد ما ويبرع من البيع دمك هوري طويلة والله النفس. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تسلم والله يا أبو حاتم، ما شاء الله دائم مبدع.